السلام عليكم. صفات الزوجة الصالحة من أنعم النعم التي ينعم الله تبارك وتعالى بها على الإنسان أن يرزق زوجة صالحة. صفات الزوجة الصالحة يتضح ذلك جليا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتاه جبريل عليه السلام وقال: يا محمد أقرئ خديجة من الله السلام وأخبرها بأن الله تبارك وتعالى قد جعل لها بيتا في الجنة من قصب لا وصب فيه ولا نصب. فلما دخلت خديجة رضي الله عنها وأرضاها على النبي صلى الله عليه وسلم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقرئك السلام. فقال السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها: إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام. هذا الحديث قال فيه الإمام الخطابي في شرحه وفي تعليقه على هذا الحديث، قال: إن الله تبارك وتعالى بشر خديجة رضي الله عنها وأرضاها بهذا البيت الذي لا وصب فيه ولا نصب ولا صخب لأنها توفرت فيها صفات الزوجة الصالحة، فما كانت تقوم بصخب ولا إزعاج ولا صوت عالي ولا عصبيات ولا مشاكل في بيتها، لذلك بشرت بنفس ما كانت تفعل في الدنيا، بشرها الله تبارك وتعالى في الآخرة بنفس ما كانت تفعل من هذا الهدوء الرباني. ثم انظر إلى موقف خديجة رضي الله عنها وأرضاها لما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتعد وخائف، ترتعد فرائسه مفزوع من نزول الوحي، كيف استقبلته؟ أحسنت إليه، هدأت من روعه، طبطبت عليه، ثم ذكرته بصفاته الجميلة، قالت له: والله لا يخزيك الله أبدا. كثير من النساء يجي زوجها من برا تعبان معصب منفعل عنده ضغوط شغل، وهي كمان تستقبله بضغوط البيت، فتتحول الحياة بينهم لمشاكل وجحيم، تحول بها الحياة بينهم إلى مشاكل أكبر. لا، سيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم نظرت إليه وحددت كيف ستتعامل معه بناء عن حالته، فبشرت ببيت في الجنة خاص بها، بيت ما فيه إزعاج، بيت فيه الهدوء وفيه الحلم. فالزوجة الصالحة تنظر إلى زوجها ثم تحدد الطريقة التي ستتعامل معه بناء عن حالته النفسية. قد يظن البعض أن هذا فيه عنصرية، أنا أقول أن هذا ينبغي على الزوجين، أنك كمان تنظر إلى حال زوجتك والفترات اللي بتمر بها وتتعامل معها بناء عليها. أنت راجع من البيت من برا الشغل وداخل عليها لقى تعبانة في الشقة وشغالة كنيس وطبيخ وترتيب ومكوى و و و، تسم في وجهها ولا جزاك الله خير، والله لولاكي أنا حياتي بايظة، ربنا يبارك فيك وجعلك زوجة لي في الآخرة ويجمعنا بك في الفردوس الأعلى. الحياة محتاجة كده، محتاجة أن احنا نبتسم في وجه بعض، محتاجة أن احنا نهدى على بعض، محتاجة أن احنا نحب بعض، محتاج ان احنا ننحي المشاكل جانبا ونعيش حياة هادية. أسأل الله ان يرزقنا واياكم راحة البال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.